طبعا احنا هنا موجودين في معرض مكسب مول باسم شركة أكولو. معكم أنا المهندس عبد الله ضويدار، صاحب شركة رواعي البترول السيراميك والبورسلان. أنا الوكيل الحصري لشركة أكولو هون بالأردن. طبعا احنا نحاول نكون بروفيشنال على قد ما نقدر، يعني المنتجات تبعتنا يعني اشي كتير كتير كويس، ونتمنى ان انتم تيجوا تشرفونا وتنورونا. تواجدكم معنا ده شيء يسعدنا جدا جدا جدا، واحنا يعني نجاحنا بيكم بالعملاء او بالزبائن بشكل عام. حتى الماركتينج اللي عندنا او الموظفين اللي معنا بنحاول قدر المستطاع ان يكون ارضاء العميل عندنا في المقام الاول، وسعداء جدا 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 بتواجدكم معنا هنا في معرضنا مكة مول من الساعة 3 للساعة 10 المساء. معنا اليوم وبكرة وبعده 3 أيام لحد يوم 3/11، وشكرا لكم. طبعا احنا عنوان شركتنا عمان راس العين مقابل ATM بنك الأردن قبل شركة مياه هنا تقريبا بحوالي 200 متر. يعطيكم العافية. على نفس شركة مياه هنا. يعطيكم العافية. حابب أعرفكم بالسيد طه بن عياد من تونس الشقيقة، جاي يضيف عندنا هنا في معرض جوردن بيل. طبعا السيد طه يمتلك سلسلة معارض بتونس، تيبا سيراميك من أقوى المعارض في تونس، ونحن بنقول له ويلكم جوردن مستر طه. بارك الله فيك، شرفتنا ونورتنا. كيف شفت منتجاتنا؟ مشرفين بكم أول شيء، وإحنا فرحانين بكم. الحمد لله المنتوج يعني بالنسبة للأكل والسيراميك هذا يعني منتوج جيد الحمد لله. نحن فرحانين في تونس كثير بهذا المنتوج، ويعني بدأنا في أول الشغل بتقريبا كميات يعني بسيطة على أول خطوات، وبعدين الحمد لله يعني ابتدأنا ندخل السوق جيد وعرفنا بالمنتوج، وكانت يعني الحمد لله يعني كثير يعني زبائن الحمد لله يعني مبسوطة. البضاعة يعني الحمد لله شغلناها في معارض في كامل الجمهورية، شغلناها في حتى يعني في مشاريع تبع الدولة. عندنا الآن مشروع المول في صفاقس، هذا أكبر مول بشمال بإفريقيا، فهمت علي؟ فالحمد لله يعني احنا يعني الحمد لله ان شاء الله يعني من حسن الى احسن. فيعني احنا اليوم يعني معاكم نحس روحنا يعني ونحس حالنا انه ناس يعني احنا من اكلوا ولا اكلوا يعني، والحمد لله. فان شاء الله الله يوفقنا، وان شاء الله نشوفوكم في تونس يعني كيف اكيد باش يجيب احلانا معنا ان شاء الله. يعني طبعا شاء الله. في بشرة جميلة جدا 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 للسادة العملاء عندنا هون بالأردن، إن شاء الله قريبا جدا جدا هنكون وكلاء لمنتج أو إن شاء مصنع السيد طه بن عياد. المنتج التونسي جاي قريبا جدا 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 على الأردن إن شاء الله، إن شاء الله. بأفضل الأسعار وأحسن الكواليتي والماتيريال. إن شاء الله، إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا حبيبي، الله يبارك فيك. شكرا.